السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا ما كتبته الصحف الكاميرونية ضد بالماضي. منكم لله. بتمنى من أخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة. شكرا جدا لكل متابعين على قناتي اللي بيدعموني في قناتي، وتحية كبيرة لكل من يدعمني بهذه القناة. لا تنسوا وضع اللايك والاشتراك في القناة. نشوف شو حصل. الإعلام الكاميروني يواصل حملته ضد بالماضي مجددا بالرغم أنه تأهل للمونديال، وهذه المرة المواقع الكاميرونية تداولت تصريحات بالماضي بخصوص ودية غينيا وتصريحه عن مباراة الكاميرون أيضا. وقالت الصحيفة أنه يستنكر الخسارة ويلوم التحكيم مجددا، ولكن العكس حدث تماما. لأنه الكاميرون عندما لعبت بدون قسامة ضد أوزبكستان خسرت 2-0، لعبت ضد منتخب ضعيف وخسرت 2-0. هذا كان الرد عليها القوي جدا. طبعا العكس، عرفت اخواني؟ هذه الصحافة اللي كتبت. بتمنى منكم وضع لايك والاشتراك، وانتظر ارائكم وتعليقاتكم تحت هذه الصحيفة.